بعد مرور 4 أيام على توقيف رجا سلامه وتمنع حاكم مصر في لبنان رياض سلامه عن المثول امام عون في جلسه حددت الاثنين، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غاده عون على حاكم مصر في لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وشركه فوري والمواطنه الاوكرانيه انا كوزاكوفا بجرم تبييض الاموال والاثراء غير المشروع، كما قررت وضع اشاره منع تصرف على جميع الممتلكات العقاريه العائده الى شقيق حاكم مصر في لبنان رجا سلامه، وتحيله موقوفا في نظاره بعبده الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولة منصور. بحسب الاصول القانونيه يستجيب قاضي التحقيق الاول المدعى عليه في غضون 24 ساعه، فاما يقرر اصدار مذكره توقيف وجاهيه في حقه واما يتركه، فيحق عندئذ للنيابه العامه استئناف القرار ويبقى موقوفا الى حين فصل الهيئه الاتهاميه في جبل لبنان في الملف. وبحسب معلومات الجديد فان القاضي منصور كان خارج مكتبه عند تسلم الملف، لذلك يرجح ان تعقد جلسه الاستجواب نهار الثلاثاء. إضافة إلى ذلك تقدمت مجموعة رواد العدالة بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة المالية بواسطة النيابة العامة التمييزية، وهي ضد أعضاء المجلس المركزي لدى مصر في لبنان ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين لدى مصر في لبنان. أما الجرم فهو الإخلال بالواجبات الوظيفية وسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ وهدر واختلاس المال العام، لأن المسؤول عن السياسات النقدية والتسليفية والهندسات المالية والمصرفية ليس فقط حاكم مصر في لبنان رياض سلامه، إنما أيضا أعضاء المجلس المركزي لدى مصر في لبنان ومفوضي الحكومة لديه السابقين والحاليين والذين شغلوا مهامهم في ظل عهده بكونهم اتخذوا القرارات معه في المجلس المركزي، وبكون القانون الناظم للمجلس المركزي أناطهم بصلاحيات بحيث قال بأن القرارات تتخذ في المجلس المركزي بالأغلبية المطلقة وبالتالي ليس من الحاكم منفردا، ولأن مفوضي الحكومة لدى المصرف المركزي مناط بهم التدقيق بحساباته ومستنداته ولديهم الحق بالاطلاع على وثائقه ولديهم أيضا الحق وفقا للقانون بتجميد القرارات، لأجل ذلك هم مسؤولين بالتكافل والتضامن معه في هذه السياسات والهندسات المالية والمصرفية التي بددت مال الخزينة العامة وأموال المودعين، ولهذا تقدمنا اليوم لتكون العدالة شاملة. هذا وتستكمل عون إجراءاتها القضائية في شكوى مجموعة الشعب يريد أصلاح النظام والتي نتج عنها قرارات منع سفر وتصرف بحق رؤساء مجالس إدارة 6 مصارف لبنانية، فيما تسلمت الخبيرة المالية جينا الشماس الملف من أبعبدة لمباشرة عملها في المصارف بدءا من صباح الثلاثاء. وبحسب معلومات الجديد فإن شكوى جديدة ستقدم صباح الثلاثاء من المجموعة نفسها بحق 3 مصارف، وهي في ملفات تتعلق بإساءة الأمانة في ودائع مصرفية أجنبية محجوز عليها قضائيا وتخضع لإجراءات قضائية.